مستحيلة يا أرجنتين. يا سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم بدر مستر فيفا اس اي. كثير من الشباب يقول انه ما يقدر يدخل على حسابه في اي لا عن طريق الموقع ولا عن طريق الجوال، تطلع له المسج هذه اكاونت لوكت. عشان تدخل، دخلت موقع اي اي ولقيت حل اللي هم حاطينه انك تسوي ريست للسؤال السري. اذا دخلت الالتيميت تيم ما تقدر تسوي حاليا فيفا 13. اذا كان عندك فيفا 12 تحط اللعبه وادخل الالتيميت تيم، تلقى خيار تحت اعاده تعيين السؤال السري، او انك تحذف الاي دي حقك او الاكاونت حقك في الاكس بوكس لايف وتسوي له ريكفري مره ثانيه. واذا جيت تدخل قبل لا تحط الجواب السري، تحط انك فقدت السؤال الجواب السري او اعاده تعيين الجواب السري. لكن لا تسوي الشغله هذه الا وانت تقدر تدخل على حسابك في اي، يعني عندك الايميل وعندك الباسورد حق حسابك في اي. اذا ما كان عندك لا تسوي شيء، وانصح انك تنتظر لانهم قالوا انهم راح يحلونها قريب. عبد الله رجل دائم يساعدني ودائم على الجوال ويقترح علي اقتراحات. يعطيك الف عافيه يا ابو عابد. طيب اكيد تنتظرون الفائز. طيب بسم الله، احنا نعلن الفائز الان. بلاي ستيشن 200,000 كوينز، وكانت قرعه بين تقريبا 300 وحاجه، ما شاء الله تبارك الله. طيب نطفي النور. ميوزك ستوب. طيب نبي دقه كذا حلوه للفائز. لا 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 لا، هذه قديمه، عطنا غيرها. هذه الجيفاوي سوبر ماريو، عطنا غيرها. لا لا، هذه اكشن، عطني فيصل، عطني على التنازلي. خلك زي الاوبرا وانت تقول الارقام، فهمت؟ خلك مره. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. مية وتسعة عزيز، ألف ألف مبروك يا وحش. 200,000 كوينز على بلاي ستيشن ألتيمت تيم. يا ليت تضيفني تكفى، أو وقبل ترسلي الاي دي حقك رسالة خاصة على اليوتيوب. ومرة ثانية ألف ألف مبروك. إن شاء الله أنكم تكونون استمتعتوا معنا في الجيفاوي هذا. أنا راح أنقطع عنكم الفترة لحظة، بس خلنا ندخل كذا مقطع رومانسي شوي عشان نعيش الجو. طيب قلت لكم اني بانقطع المدة تقريبا شهر، اقل من شهر ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم على خير. وش فيك انت اخي؟ ترى ما راح اطول، ترى اقل من شهر ان شاء الله. من العالم جاي عيد وما عيد، بعدين حسستني اني خلاص من حال هدي. طيب اسمع اسمع اسمع، في جيفاوي. ايوه هدي في جيفاوي للاكس بوكس. الله يقرفك يا شيخ. جيفاوي للاكس بوكس والبلاي ستيشن في فيديو واحد، 200,000 كوينز. راح يكون في فايز للاكس بوكس وفايز للبلاي ستيشن. بالتوفيق يا شباب، ونشوفكم من جينا من جدة ان شاء الله.